ساعات لما باجي اشغل سوفت وير بلاقي فيه شاشة افتتاحية بتطلع لي كده، وبعد كده بدخل على المين فورم. تعال نشوف ممكن اعمل سبلاش سكرين دي ازاي، او شاشة البداية دي ازاي. عايز اجي على الفورم دي واضيف 3 ليبل، واضيف واحد بيكتشر بوكس وواحد بروجريس بار وثلاثة تايمر. هدخل على البروجكت وبعدين البروبرتيز بتاعته، واقف على ريسورسز واشد البيكتشر اللي انا عايزها عشان تنزل لي في الريسورسز بتاعت البرنامج. وهاجي هنا ممكن انزل على طول الايمج من هنا. طبعا ممكن اغير الخاصيه بتاعتها برضو السايز مود اللي يبقى ستريتش ايمج. وانس ان انا خلصت بقى الايديت بتاع الكونتينتس دي، ممكن اعلم عليهم كلهم واخش على فورمات الاين سنتر، وبعدين فورمات سنتر انفورم هوريزونتالي. فانا كده اتاكدت ان التولز بتاعتي مظبطه بشكل صحيح، واخش على من خصائص الفورم دي الستارت بوزيشن يبقى سنتر سكرين، والفورم بوردر ستايل يبقى نون. وبكده انا لو شغلت دلوقتي الفورم عندي هتلاقيها بقت بالشكل ده، هي يعني مش واضحه دلوقتي طبعا، الفورم بدأت بالشكل ده. طيب ممكن نرجع تاني للبروجكت بتاعنا ونقفل من هنا ستوب. انا في الواقع عايز اقلل حجمها شوية لان هي طلع الويت بتاعها زيادة شوية. قبل ما ادخل اضيف الاكواد هقف على تايمر 1 واخلي الانيبل بتاعه يبقى 2. ودلوقتي هدخل جوه تايمر 1 عشان اضيف كود يغير لي الالوان بتاعت الكلمة دي، عشان انا عايز يبقى واضح ان الفيرجن ده مجاني. هاجي جوه تايمر واحد واقول له ايه ليبل 3.4color بيساوي color.black، then وادوس انتر. خد بالك هو قفل لي البلوك بتاع اف. هاجي هنا اقول له ايه لو كان اللون عندك اسود خليه احمر. فهقول ممكن اخد الكلام ده كده كوبي ده المعيده تاني كنترول سي، واقول هنا كنترول في، واجي هنا اشيل البلاك دي واخليها .red، وبعدين اقول له else وادوس انتر وادوس كنترول في اللي انا كنت واخدها في الاول color.black تاني. فتعال نشوف لو شغلنا الكلام ده، وخد بالك انا عامل خصائص تايمر 1 الانيبل بتاعه true، فلو شغلت الكلام ده هلاقي على طول فري بقت بتظهر وتختفي بالشكل ده. طيب لو انا عايز دلوقتي ازود شويه الفتره بتاعتها اخليها ما تعملش فلاشنج لايت بسرعه قوي كده كده بتهالي احسن شويه. انا ممكن امسح تايمر 3 ده كمان ملوش لازمه لاني هزود البروجرس بار عن طريق تايمر 2 بس. فلو دخلت جوه تايمر 2 كل لفة من لفاتك بقى عايزك تعمل لي انكريمنت البروجرس بار بقيمة 1. فتعالوا نشوف الكلام ده هيبقى عامل ازاي كده. بروجرس بار 1.increment وما بين قوسين هكتب له القيمة اللي انا عايز ازودها. تعالوا نخليها 1 ونفتح تايمر 2 كده ونشوف ايه اللي هيحصل لو رجعنا الفورم وقفنا على تايمر 2 ومن الانيبل بتاعه اخليه كمان ترو. هشوف الكلام ده هيحصل معايا ازاي. هي بطيئه شويه صح، لان انا مش محتاج ان هي تبقى في بطء ده، بس عايز اشوفها لما توصل للماكسيمم فاليو اللي هيحصل. عايزه لما يوصل ل100% يفتح لي فورم 2 بقى، او يفتح لي المين فورم بتاعتي صح. طيب تعال نقفل الكلام ده وازود الفورم 2 بروجكت اد ويندوز 4 ممكن اسميها مين واد، وهي دي المين بتاعتي. ممكن اخلي الويندوز ستيت بتاعها يبقى ماكسمايز عشان نحس بيها شويه. وحاجه هنا هقول له ايه هو مين اللي كان بيعمل لي انكريمنت في البروجرس بار فاليو تايمر 2 صح. يبقى هاجي هنا اقول له ايه اف بروجرس بار 1 دوت فاليو يساوي 100 الماكسيمم فاليو، ذن عايز تقول له ايه بقى مين دوت هايب مين دوت شو. اوكي تعال نشوف الكلام ده هيتنفذ ازاي. لا انا عايز ارجع اقلل شويه الانترفال بتاعه تايمر 2 دي عشان بطيء جدا.
ممكن نخليها 10. لو شغلت دلوقتي هلاقي القصة كده مشيت معايا بشكل أحسن والفورم فتحت لي. لو جيت دلوقتي طبعا تقفل المين فورم دي مش هتقفل معاك. ليه بقى؟ لازم ترجع تعملها ستوب من هنا، لأن أنا في النهاية هنا المفروض أقفل التايمر ده، مخلوش مفتوح. التايمر ده كده هيقعد كل 10 ملي سكند يعمل لك، ينفذ لك الكود ده، فكل شوية بيعمل مي دوت هايد ومين دوت شو مين دوت شو، هو كل شوية عمال يظهر الفورم بتاعت مين. فتعالى هنا أقول له إيه، ايوه كده بالظبط، تايمر 2 دوت انيبل يساوي فولس. لكن لو شغلت دلوقتي، اوبس، لو شغلت دلوقتي وحاولت اقفل عندي مش هيبقى فيه اي مشكله. كويس كده. وخد بالك ان انت لما بتقفل فورم 2 وانت بتبقى عامل او لما قفلنا المين فورم دي كنا عاملين هايد لمين، للمي اللي هي مين، اللي هي فورم 1. يعني انا لما قفلت دلوقتي كانت فورم 1 لسه موجوده ومفتوحه ومخفيه، يعني البرنامج بتاعي لسه مفتوح، فانا كده ما قفلتش البرنامج، لازم اعمل ستوب من هنا. طيب عشان تقفل البرنامج كنا لازم نعمل ايه؟ كنا لازم نرجع على مين فورم ونحط الباتون بتاع اند، صح؟ او ممكن اخش على الفورم المين فورم دي للكود بتاعها، هقفل طبعا الاول، اخش الكود بتاعها واقول له ايه، فورم كلوزد. لو دوست اف كده هلاقي في عندي حاجه اسمها فورم كلوز اند للبرنامج بتاعي من غير ما اضيف اي باتنز. لكن دلوقتي لو فتحت مش هواجه المشكله دي، ولما قفلت هتلاقي البرنامج اتقفل معاك. يلا واحنا في الكلام ده، وحاول تلعب في الالوان بقى وتظبط الدنيا في فورم 1 دي، لان انا ما غيرتش الشفافيه بتاعتها. يعني مثلا كان ممكن نيجي على الفورم دي ونقول الاوباسيتي بتاعتها خليها تبقى مش 100%، خليها تبقى 95%. لو شغلنا كده هنلاقي الشكل بقى احسن شوية، مش حاسين بيه طبعا، مش حاسين بيه. ممكن نغير الباك كارير بتاع الفورم دي عشان اقدر اشوفها بشكل احسن، واخليها للون ده مثلا. لو دوست ستارت دلوقتي هتلاحظ ان الشكل معايا بقى احسن. باي باي.